تحياتي للجميع وأهلا وسهلا بيكم. طبعا نتكلم النهاردة عن إيمان نبيل، والحقيقة يعني اللي أنا شفتها إن هي بتستعطف الناس بالدموع. يعني أول مرة أشوف حد بيدعو إلى فكر مختلف بيستعطف الناس بدموعه، أو إن هو بيعمل نفسه إن هو زعلان وإن هو مضطهد وان هو يعني مسكين. لا، يعني صاحب الحق بيبقى قوي جدا وشخصيته قوية وعمره ما بيلعب على الشكل العاطفي دوت، الا لو عارف انه حجته ضعيفة وان هو عاوز ينشر الفكر ده باي طريقة، حتى لو كانت ان انا اقعد اعيط للناس او ابين دموعي للناس انه يا جماعة عشان خاطري انكروا إلوهية المسيح وإلا هعيط لكم. يعني شيء في منتهى العجب. لا، الشخص اللي واثق من إيمانه، واثق من فكره، حتى لو كان فكر غير منتشر، لا هيعيط ولا هيصوت. حتى الاضطهاد، لو واجه بعض الاضطهاد سوف يواجه ده بقوة وبحزم، زي ما أنا عملت. يعني زي ما أنا عملت، يعني أنا أيضا بدعو إلى معتقد أو مذهب غير منتشر أو لا يوافق الكنيسة الرسمية، لكن أنا عمري ما طلعت للناس يعني قلت لهم أرجوكم والناس بتهاجمني ومش عارفة إيه. اللي بيعمل كده طبعا بيفتقر إلى الأدلة أو بيفتقر إلى المنطق في كلامه، عارف إن الناس هترفض كلامه ف بيستعطف الناس علشان ما يردوش عليه او. والحقيقه يعني انا بتابع القنوات، انا ما شفتش حد يعني مسكها او شتمها او قال لها كلمه وحشه. حتى انا لما رديت عليها قلت الاستاذه وقلت الاعلاميه وقلت انه انتي قلتي انه احنا بنتكلم عن الحقيقه، فانا بدعوك ان انتي تراجعي اللي انا بقوله والحق اللي انا بقوله. يعني انا الوحيده اعتقد اللي رديت عليها، لانه الناس التانيه مش همها انتي، وبصراحه يعني كلامك مردود عليه، فكر الاريوسي مردود عليه بقاله سنوات وقرون. فيعني انا لما رديت عليكي لاني شفت ان انتي عايزه تدوري على الحقيقه، او ظنيت ده ان انتي بتبحثي عن الحق، فانا قلت اعرض ما عندي لعل وعسى لما اعرض الادله التاريخيه تتراجع او تفكر. وهن وصل لها الفيديو، ومع ذلك يعني لا اعلم، يعني عنيده لما الحق بيعرض قدام شخص يا جماعه، والادله خصوصا الادله التاريخيه، لازم يراجع نفسه، لازم يفكر، لازم يشوف الامور من منظور تاني. انا كنت مديالها عذر لانه فكره الاقانيم الثلاثه فعلا ممكن تكون غير مقنعه، او ممكن توصلها للالحاد او افكار غريبه زي الفكر الاريوسي، لكن انا عرضت لها الادله، واعتقد كانت ادله قويه جدا وكانت من اقوى الحلقات، ومع ذلك فضلت على موقفها، بل كمان اتكلمت عن ميري واتكلمت عن المسيحيه الوحدانيه كمان. اتكلمت عن المسيحية الوحدانية. فالحقيقة أنا مش عارفة بصراحة. يعني أنا دايما هقول يا جماعة، أنا وإيمان وأي حد تاني مثلا أرثوذكسي أو كاثوليكي هيختلف على تفسير الكتاب المقدس، لكن التاريخ محدش يقدر يواجهه أو يقاومه. الحقائق التاريخية يا جماعة مفيهاش وجهات نظر. لما اقول ان الكنيسة الاولى كانت بتتبع المسيحية الوحدانية وكانت تؤمن ان يسوع والاب والابن والروح القدس، واعرض الادلة دي، واعرض ادلة من الخصوم زي تورتليان واوريجانوس، فانتهى النقاش. فلما انت تيجي تقولي لا انا ارفض هذه الادلة، اذا انت ترفض الكنيسة الاولى، انت ترفض الكنيسة الاولى، انت مهرطق. اي حد بيخرج على الكنيسة الاولى هو مهرطق ولازم يعرف ده، تمام؟ ما يقولش ان انا تفسيري ده الانجيل بيقول،
ايوه الانجيل بيقول بفهم مين؟ بفهم مين؟ انت ليه فهمته كده؟ طب انا بفهمه كده لانه الكنيسه الاولى فهمت ده، وده امر مهم جدا في البحث الكتاب. انت علشان تعرف نيه القارئ لازم تشوف صدى الكتاب على الجمهور. الجمهور لما استقبل هذا الكتاب كيف فهمه؟ الرسل ازاي فهموا الكتاب؟ تمام؟ ما ينفعش انت تيجي كده تغرد خارج السرب وتقول راي جديد او راي مختلف، لان ساعتها تقع في هرطقه. ففكره ان انا استعطف الناس، الناس بتهاجمني، الناس مش عارفه ايه، علشان كام واحد في التعليقات قال لها انت بتهرطقي، انت المسيح هو الله، ايه المشكله يعني؟ يعني ليه انا ارفض تعليقات الناس؟ انا لما يعني في ناس يا جماعه ساعات بتشتمني في الكومنتات بسيبها عادي، لا بعيط ولا بدمع، اقول يا جماعه بصوا الناس بتكلمني في الكومنتات. انا في ناس طلعت قعدت تشتمني في حلقات بتشتم، لا عيطنا ولا صوتنا ولا قلنا في ناس بتضطهدنا والجو ده خالص. ليه؟ لان انا بقدم الله، انا ما يهمنيش. ففكره الضعف اللي هي عليها او ممكن تكون هي بتمثل هذا الضعف، على راي طبعا وجيه رؤوف، الدكتور وجيه رؤوف قال لك يعني ده طلع عليها تاريخ وجيه مع دكتور وجيه رؤوف قال لك دي بتتكلم بعينيها ورموشها. تمام، فتعالوا كده نشوف الكلام بتاع ايمان نبيل ونعقب عليه. يعني انتوا شايفين حاسين ان انا زي كده نفسيتي مش مبسوطه، مش مبسوطه لاني بتعب على الفاضي، اللي هو انا مش مبسوطه عشان بتعب على الفاضي. يعني طب احنا مالنا، انتي مبسوطه ولا مش مبسوطه؟ يعني اللي مش مبسوط ده مثلا يخرج يتكلم مع ناس بيحبهم، الجمهور ماله؟ بتعب على الفاضي يعني ايه بتبقى تتعبي على الفاضي؟ يعني انت عايزه مثلا تيجي المسيح يا جماعه مش الله، وناس بقى صح المسيح مش الله عشان عملت لها كام حلقه 15 دقيقه يا جدعان. ده انا يعني انا عامله حلقات بالساعات، ساعات طويله، ما بطلعش ليه بقول انا بتعب على الفاضي؟ في ناس بتؤمن، في ناس بتؤمن، بس هل زي ما انا عاوزها؟ هل الناس اللي بتؤمن على قدر المجهود اللي انا بعمله؟ لا. بس هل بزعل؟ لا برضو. واحد فقط، شخص واحد فقط ضال يرجع للايمان عند ربنا احسن من 99 شخص مستقيمين، ده اللي بيقوله الكتاب المقدس. فلو اتنين بس امنوا وفعلا التزموا وارواحهم خلصت ودخلوا الملكوت، انا كده عملت انجاز رهيب جدا في ظل التشتيت وفي ظل الارهاب اللي بيحصل للناس وفي ظل التشويش، انجاز رهيب جدا يا جماعه. انا حاسه ان انت عملت اقصى حاجه تقدر تعملها وكل اللي تقدر تعمله عشان الناس انت بتحبهم الاخر بتتقابل بوحوش شديد جدا، وبتتقابل بتجاهل برضو جامد جدا، وعلشان كده عشان الجحود الشديد ده عشان عملت ده. لها يعني حوالي كام حلقة؟ حوالي 7 حلقات. ماي جاد. عاملة لي 7 حلقات، 7 حلقات بالعدد. فهي كده عملت مجهود شديد جدا عشان الناس اللي بتحبها. مش عارفة يعني، مش عارفة اقول ايه بصراحة. والحاجات كتير اللي حصلت خليني اقول انا مش مكمله لان مش هستفيد حاجه. يعني انا كنت كل اللي مستفيده بيه مكمله عشان مش هستفيد حاجه. قولي كده بقى، انت كنت مستنيه بقى ان انت اول ما تطلعي وتقولي المسيح مش الله كله يسقف لك؟ بس كله مين بقى؟ المسلمين. فطبعا جايبه بتجيب 1000 مشاهدة، 1500 مشاهدة. طبعا انا بجيب الارقام دي عادي يعني ولا استحي من هذه الارقام، لكن انا قناتي 10,000، هي قناتها 30,000، هي بقى لها 8 سنين في الميديا، كانت بتطلع على قنوات فضائيه،
فطبعا هي حاسه انه ايه ده، ايه 2000 وايه 1000 وايه 1000 ونص، انا عايزه 20 و30 ودولارات وبتاع. فهي مش مستفيده يا عيني، يعني هي مش مستفيده. كانت الاول بتتكلم في السياسه بتجيب 100000 200000، كان فعلا بتجيب فيديوهات مشهوره. لكن هل هي بتتحسب كده؟ بس انت بتتكلمي في محتوى ديني، بتتكلمي في خلاص نفوس، هل لازم انت تستفيدي؟ يعني اللي بيقدم محتوى ديني هو بيرجو وجه الله، هو بيرجو ان الناس تخلص، ما بيهموش هو يستفيد ايه، ما بيهموش هو يشتهر ولا لا، او يجيب دولارات ولا لا، او قناته تتشاف او لا. انا بقالي سنين، يعني بقالي 3 سنين، هي بقالها 8 سنين في الميديا وقنوات فضائيه وبرنامج في السياسه و و و، لكن طبيعي جدا انه المحتوى الديني يبقى مشاهداته قليله عادي، خصوصا لو انت بتقولي راي مختلف. هل لازم انا استفيد حاجه؟ لازم القناه تتشاف وبتاع؟ لا طبعا لا. يعني انا يا جماعه لما بدات، انا بدات علشان الناس تشوفني، قلت اعمل مناظرات، اقدم برنامج حواري. لما بدا بقى عندي 3000 مشترك وبتاع، قلت خلاص كفايه بقى ايه مناظرات، وان انا اقدم برامج، انه اي كنت بجيب حد اقعد اساله. والحقيقه يعني انا متشوق ان اعمل ده تاني، لانه عندي امكانيات المذيع الحمد لله، بعرف اعمل حوار كويس، اعمل حوار قوي، كنت بستمتع بده جدا. لكن قلت خلاص اركز على المحتوى بتاعي، طالما جبت حوالي 3000 حلو قوي، والناس بقى تشوفني او لا براحتهم. وبالفعل القناه نجحت اكتر من موضوع المناظرات، تمام. وبدا ان في ناس، نشكر ربنا، ان هي تسمعني وتتاثر بالكلام اللي انا بقوله وتراجع موقفها. لكن انا كنت بعمل، لما خدت هذا القرار ان انا اتوقف عن المناظرات وبتاع، انا ما كانش لها مني، انا كنت متوقعه انه القناه تفشل اكتر، كنت متوقعه ان محدش يتفرج بالشكل ده، لان انا عارفه انه بقول راي مختلف. لكن نشكر ربنا حصل العكس، نشكر ربنا حصل العكس. فاللي عاوز اقوله انه مفترض الشخص اللي بيقدم محتوى ديني لا ينتظر لا مشاهدات ولا شهره ولا اي شيء، ينتظر فقط ان الناس تسن سكاكينها عليه. ده اللي انت لازم يعني تتوقعه. لما تيجي تقول راي مختلف عن اراء الناس العامه، طبيعي ان انت هتتهاجم، طبيعي ان انت الناس هيبقوا ضدك، تتشتم، يطعن فيك، الناس تكذب عليك، تقول حاجات غريبه عنك، منطقي. ان انا عايز اقول لكم الحقيقه، وانتوا دوروا، وانا بغصب حد على حاجه، انا ليه على حد فيكم حاجه؟ يعني في حد فيكم انا غصبان؟ ابدا، انا ماليش اي حاجه عند اي حد، جاست صوت، وصوت صوت حق، وطالع من حد بيحب مش بيكره. طبعا ما عملت تعمل ايه كده؟ طبعا مفيش دموع، بس اللي هو ايه عشان توحي لك ان في دموع. طبعا حد عايش الكلام مش سامعه من الناس، يعني انا ما اتعلمتش على ايه ناس قد ما اتعلمت في حياتي. مفيش دموع فعلا، يعني مفيش دموع. طبعا اتعلمت لقيت ناس، انا مش عشتوني، يعني ان في ناس علمتني اكيد كتير، بس اكتر من ان انا كنت علمت من كتب او من كتاب، مفيش حاجه علمتني ان الكتاب المقدس الحاجه الوحيده اللي كنت بقراها، وبسمع وبشوف وبفكر. فانا قررت ان انا انسحب. ايه رايكم في ده؟ قررت ان انا انسحب، يعني اكيد القرار مش وليد صدفه ولا وليد يوم وليله، بس انا هنسحب. فكرني بجمال عبد الناصر يا جماعه، لما قرر ان هو يتنحى وكان كان حاسس ان الناس هتنزل، فاللي هو لا امسكوا فيا شويه، ارجوك ما تنسحبش، ارجوك حياتنا من غيرك، يعني لو انت انسحبت يعني حياتي انا مش عارفه ازاي هقوم من النوم وافطر، ولا حياتي هتتقلب جحيم لو حضرتك انسحبت. قررت الانسحاب من تقديم المحتوى الديني على اساس ان في محتوى ديني، يعني على اساس ان يا جماعه ايه اصلا بتقدم محتوى ديني، يعني عشان عملت لها 8 حلقات 8 حلقات بالعدد، يبقى هي كده بتقدم محتوى ديني.
وحلقات ايه بقى؟ ربع ساعة، 30 دقيقة، 9 دقايق. هو بالعدد 12 حلقة يا جماعة، 12 حلقة، منها حلقة انه الحمام بيقف على راس الكاهن، وأزمة الطلاق، مش عارفة أزمة الطلاق، يعني أعتقد أزمة الطلاق دي مش محتوى ديني على ما أعتقد. لا هم 9 حلقات، منها طبعا قسطنطين والتاريخ وحاجات تاريخية. ده المحتوى الديني؟ أمال أنا بقدم إيه بقى؟ أنا بقدم لو دي بتقدم محتوى ديني أنا بقدم إيه؟ يعني الحلقات الدينية بتاعتي والشروحات بالساعات يعني. بس ابسوليوتلي يعني انا مش هتسحب من الحياه كلها او من من الاعلام كله. نو نو طبعا نو، ما حدش هيقدر يحبطني قوي كده زي ما انتم متخيلين. انا اكبر من كده، انا اقوى من كده كتير. بس انا هقول جاست ان انا هقول هفنش الشغل اللي انا عملته. انا عملت شغل جامد جدا، محدش حقق اللي فاتوا. لو شافهم مش لازم يرجع يشوفهم بسرعه. هفنش الشغل ده ان انا هعمل بالظبط. عملت شغل يعني. فاكرين وجيه رؤوف لما كان بيتكلم عليها في موضوع الراهب اشعيا، وقعدت تتبلع على الراهب اشعيا زي ما بيقول وجيه رؤوف، تتكلم على الراهب اشعيا وبتاع، خلت الراجل يتعدم طبعا. تقول بسرعة وورا بعض، شب شب شب، بسرعة بسرعة، اللي هو ايه؟ انتوا ليك عندي كم حلقة؟ مش للكل، الحلقات دي اللي من يهمه. يعني هي بتقول انا هنسحب بس في حلقات، يعني اللي عايز ينسحب ده بينسحب. لا اصل في حلقات، وهتقول لك 8 9 حلقات. يعني انت كده انسحبتي يعني؟ ريلي؟ روح اكتب عليها كده اللي من يهمه الامر، لان الكلام مش للجميع. لان اصلا الحلقه دي مش للجميع. انا ما بدعيش ان في جهنم من نار ابديه، وبدعيش اي حاجه. انا كل اللي انا اعرفه ان الحلقه بدايه مع رب الاله اللي هيبقى موجود جنبه المسيح يسوع، دي هيكون فيها مختارين، والمختارين دول مش كتير. ربنا هيكون جنبه المسيح يسوع. بيعجبني الثقه دي، يعني ربنا يبقى جنبه. يعني ربنا طبعا يا جماعه عنده اتجاهات يمين وشمال، لان الهها محدود، إلها محدود. فهو قاعد، ربنا هيبقى قاعد فوق على كرسي، ويجيب كرسي كده من أي قهوة، يقعد جنبه المسيح يسوع. بصراحة بتقدم محتوى ديني ولاهوت جبار بصراحة، يعني جبار جبار جبار. هم مهرجين معروفين بالواحد من قبل حتى ما تولدوا. طبعا ده مش ظلم، ربنا يبقى عارفهم بالواحد وعارفهم بعلمه السابق، لكن هم اختاروا كل إرادتهم، كل ارادتهم، وزيهم زي غيرهم. الكل اتعرض عليه كل حاجه، وكل واحد اختار اللي هو عايزه. يعني الكل اتعرض عليه نفس العروض، وكل تقريبا خد فرص شبه متساويه حسب الفرص اللي انت خدتها، الفرصه بتاعتك. يعني ايه؟ ما بيظلمش حد. خد اللي اداله وزن هيحاسبه على وزن، اداله اثنين هيحاسبه على اثنين، واداله 10 هيحاسبه على 10. كل واحد حسب ما هو اخد هيتحاسب، مش بالكبشه، ومش بالمجموعه، ومش بالطائفه، ومش بالدين، ومش بالبلد خالص. فانت ما تخافش، انت الهك اله قدير. حتى لو كنت انت من اي دين على فكره، كل الاديان وكل الاشكال وكل الالوان، كل واحد بيقول يا رب وبيرفع يده وعارف ان ليه اله خلقه. وتبقى بقى اتولد ايه؟ اتولد مسيحي، اتولد مسلم، اتولد بوذي، اتولد هندي، اتولد لوندي، يعني مطرح ما اتولد اتولد خلاص مش مهم. اتولد لوندي، انا مش عارفه هل اللوندي دي دين ولا ايه، مش عارفه. اتولد لوندي حلوه، اتولد لوندي. المهم ان هو مصدق ان ليه اله خلقه، غير المشاهدين خالص. لكن كل اللي بيدعي ان الاله خلقه وبينادي الاله ده، الثقه ان الاله ده عظيم جدا، قدير جدا، فاهم جدا كل حاجه، وعارف الذنوب اللي اتحطيت فيها، وعارف المطاعم اللي خدتها، وعارف الميزانات اللي اتحطت بين ايدك، وهو هيجازي الجميع بالعدل. ما تفهمش، بس اللي بتوصل لغايه ليه المعلومه ومصمم ان هو ما يعرفهاش او يتجاهلها او يتعامى عنها ويصمم. زي ما تجاهلتي كده الحقيقه ان الكنيسه الاولى كنيسه وحدانيه، الايمان اللي انت اتكلمتي عليه بالباطل، ووصل لك معلومات تاريخيا انه دي ايمان الكنيسه الاولى، وانت كسرتي ايمان الكنيسه الاولى، خرجتي عن الكنيسه الاولى. اعتقد ان انت شفتي الحلقه كامله. يعني هو ما يكملش، انا اتولدت كده، انا نزلت كده، انا ديني كده، محمد قال، ابونا قال، امنا قالت، كل الحاجات دي.
راجع نفسك وجاست راجع نفسك، هي حياتك انت مش حياة حد تاني. زي ما بقول لك، الهنا عادل جدا، او رب الاله عادل جدا، الخالق راجع الوحيد. نفسك علشان الأخت إيمان نبيل عاملة لك حلقة ربع ساعة فيها الشفا، حلقة ربع ساعة، هو كام حلقة كده ربع ساعة، فأنت تقدر إن أنت توصل للحق. ده محتوى ديني يا جماعة، مش أي حاجة، محتوى ديني. الواحد الوحيد اللي خلق كل البشر دولت، محب البشر هو وحده اللي يقدر يعرف كل واحد فينا الاكسكيوز بتاعه. ليكم عندي شوية حلقات هعملهم بسرعة زي ما قلت لكم، اللي هي هل الله الآب والابن واحد؟ أنا والآب واحد في يوحنا 10، دي هي فعلا الآب والابن فعلا حاجة واحدة، بدليل إن طلعوا الطائفة اسمها يسوع بس، المسيح يسوع هو الآب هو الابن هو الروح القدس هو الثلاثة. هل دي حقيقة؟ يعني الكتاب اللي بيقول كده انا والاب واحد، الا بقى لو المسيح بيكذب، لو يسوع ليس الاب والابن يبقى يسوع بيكذب، كذبوا يسوع بقى، سواء انتي ولا الارثوذكس ولا الكاثوليك، المسيح قال كده ولا ما قالش كده؟ شلوها من الكتاب المقدس يا جماعة، شلوها من انجيل يوحنا. هل المسيح والاب حاجة واحدة؟ هو اللي قال لا، ده في الجوهر، ده في الإرادة، ده مش عارفة في البينج بونج. أنا مستعبط، هل المسيح قال أنا والآب واحد ولا لأ؟ طالما قالها لا أنت ولا مليون واحد زيك هيقدر ينكر كلام المسيح. يا إما تشيلوها بقى، تنقحوا، ترى يمكن ما قالش كده، نقحوا بقى، شيلوا يوحنا 10:30 من الكتاب المقدس. طالما موجودة هي حجة عليكم، طالما موجودة هي حجة عليكم. يقولك لا ده في الجوهر، فين الجوهر يا عم؟ في الإرادة، فين الإرادة يا عم؟ فين؟ لا أصل المسيح تقريبا إيه هو قالها، بس اللي هو إيه يعني مش عارفة أقول إيه، بس أو ممكن يكون قالها بس مثلا، يعني ما هو يا إما قالها ألف الجوهر أو في الإرادة، يبقى كده بقى القديس يوحنا كان وحداني وكان مؤمن بعقيدة يسوع وحده. طب هرتقوه بقى، هرتقوا القديس يوحنا، لأن بصراحة القديس يوحنا حاططكم في مآزق كثيرة، يعني القديس يوحنا حاططكم فعلا في مآزق كثيرة، سواء في الرسائل ولا في الإنجيل. الحلقة مهمة جدا جدا، بهبط فيها أو بوجهها مخصوص لكل عباد المسيح وحده أو يسوع وحده، وعندهم آياتهم وعندهم إكسكيوزهم، وللأسف الشديد الإنجيل مليان آيات، ومن الآيات دي تقدر مش تضرب. بس الإنجيل، مش بس الإنجيل يا أستاذة، التاريخ. الهيستوري، في حاجة اسمها تاريخ، في حاجة اسمها الناس كانوا مؤمنين بإيه زمان قبل ما الناس تهرطق، ولا خلاص هم يعني كأن المسيحيين مثلا أمنوا من هنا صحيوا الصبح هرطقوا، مفيش حاجة اسمها كده. يعني هي عايزة تقنعنا إنه خلاص المسيح اللي بيبقى أول يعني التلاميذ أمنوا من هنا بعد كده هرطقوا. الهرطقات دي ليها بداية وليها تتبع، لازم تتتبع هذه الهرطقة جت منين، أصولها منين، مين اللي بدأها، طب اللي قبلهم كانوا مؤمنين بإيه، عشان نعرف الحق. طلع شو دي قهوة وطلعهم صح، تقدر تطلع المورمون صح، تقدر تطلع السبتين صح، تقدر تطلع ال أريسيين صح، وتقدر تطلع السلفيين صح، وتقدر لا لا لا، تقول لك الإنجيل برضو نفس كلام الأرثوذكس، يقول لك كل هرطقات تبنى على الإنجيل. لا، الإنجيل واضح، الإنجيل واضح. انتوا يعني انا لما بقول ارجعوا للتاريخ مش معنى كده يا جماعة ان الإنجيل مش واضح، الإنجيل واضح جدا جدا، لدرجة ان بولس بيقتبس ان يهوه، يعني تخيلوا يا جماعة لما بولس بيقتبس آية من العهد الجديد القديم، فبيقتبسها بيقول ان عقل المسيح هو الروح القدس، وان المسيح هو يهوه. متخيلين وصل الامر بايه؟ ان بولس بيقتبس
من العهد القديم انه عقل المسيح اللي هو اللوجوس هو الروح القدس وانه المسيح هو يهوه. ايه وضوح اكبر من كده؟ لكن انتوا اللي مصممين تفهموا الانجيل غلط. انا ارفض فكره انه كل هرطقه تبني معتقدها على الانجيل. كذب. ده هم بيبقوا عندهم نظريات خاصه في دماغهم وبيقروا الكتاب بنظرتهم هم، بافتراضاتهم هم المسبقه. تمام؟ ده اللي بيحصل. طلع يسوع لوحده صح من الايات، في ايات يقول لك الكتاب المقدس بيطلع بتوع يسوع وحده صح. اولا يعني انا لما بقول انت اريوسيه لان ده فكر اريوس انه يسوع اله لكن ليس هو الله، فكر اريوس. لكن منين جبتي ان احنا اسمنا يسوع وحده؟ هل الكنيسه الاولى سمت نفسها يسوع وحده؟ جه منين الاسم ده؟ جه منين؟ يعني انا اطلع اقول عليك لقب، اخترع لقب من دماغي واقول عليك، ايه رايك؟ يعني لاهوتيا مفترض بقى ترجع احنا كان اسمنا ايه؟ احنا كان اسمنا المونارخيين او الكنيسه الاولى. فقولي بتوع الكنيسه الاولى غلط، قولي بطرس غلط، بولس غلط، اساقفة روما الاوائل كانوا غلط، وانا اللي صح، انا اللي بعدهم بألف وتسعمية سنة صح. ايه ده؟ طلع ده وطلع ده وطلع ده وطلع ده، هم اقتبست ايات كده وقمت قطعها من سياقها وقمت معتمد على ايه ولا اتنين ولا تلاته وقمت هو ده اللي انت هتبني عليه الطايفه. اكيد لازم تعمل 100,000 طايفه زي ما حصل كده. لكن لما تتامن باله العهد القديم اللي قال انا رب الهك رب واحد، اسمع يا اسرائيل رب الهك رب واحد لا يكون لك اله اخرى امامي، ساعتها الدنيا هتفرق معك. لانك بما ان اذا انت بتبني على الاساس اللي هو العهد القديم اللي هو اللي كان كله بيتكلم عن رب واحد ووصايا، تمام رب واحد 10 ما تتكسرش. لكن هذا الاله الواحد هو اله رؤية. هاجر في العهد القديم برضو قالت عن يهوه انه اله رؤية، يعني اله رؤية، هو يريد ان يتكشف، هو يريد ان يظهر لله. تمام؟ الابن كان مانيفستيشن لله، مانيفستيشن كان اظهار لله، زي ما بيقول اغناطيوس اله واحد استعلن نفسه في ابنه. فالابن هو الناسوت الذي كشف عن اللاهوت، من رآني فقد رأى الآب. تمام؟ مانيفستيشن. فالاله الواحد ده يا إيمان ليس منفصلا عن البشر، ليس بعيدا عن البشر، هو دايما باستمرار كان بيظهر، ظهر لهاجر وظهر لإبراهيم. تمام؟ كان بيظهر. ما كانش مستخبي. جه المسيح ما قال انا مش قال انا انتوا زي ما واحد كتب لي في ارميا بيقول ان ارميا قال ان انتوا كسرتوا العهد وابقى كسر العهد فانا صانع معاكم عهد جديد الان يثبت ولا لا؟ فلا ده كان العهد القديم ده خلاص راح والرب الاله جه عمل عهد جديد بالمسيح. المسيح بنفسه قال لكم انا لم اسير انقض بل اكمل، لانه لا يمكن ان ينقض المكتوب. وقال لكم كده برضه لما قال لهم اعمال كثيره صالحه عملت من عند ابي، قال اي واحده منها بترجموني؟ قالوا له لست نرجمك من اجل عمل صالح بس لانك كنت وانت اله وانت انسان بتعمل نفسك اله. قال لهم الم يقل الموسى قال الم يقل انكم الهه وابن العلي تدعون للذين صارت اليهم كلمه الله. تعالوا هنا بقى تعالوا. الم يقل انكم الهه للذين صارت اليهم كلمه الله؟ طب ما ترجعي كده للعدد، رجع كده لهذا العدد هتلاقي مكتوب ايه. كملي الايه اللي في العهد القديم، مش انت عماله تقولي العهد القديم العهد القديم؟
تعالوا كده يا جماعة، ده طبعا في يوحنا 10:35، تمام. هنا المسيح كان بيقتبس، بيقتبس من ايه؟ من مزمور 132. تعالوا كده نشوف مزمور 132 ماذا يقول. لا مش مزمور 132، ثواني. تمام، من الناس يا جماعه تعمل لايك لهذا البث، لا تنسى عمل لايك لهذا. كملوا كده اهو، مزمور 82:6، مزمور 82:6 بيقول: انا قلت انكم آلهة وبنين عليها كلكم، لكن مثل الناس تموتون وكأحد الرؤساء تسقطون. كمل كمل. طب ايه بقى فايدة الآية دي؟ لكنكم مثل الناس تموتون. هل المسيح مات زي الناس؟ لا، ده مات وقام بعد 3 ايام. طب هل المسيح كأحد الرؤساء تسقط؟ يعني ايه يسقط؟ يعني لما بيموت بينقضي حكمه، مملكته بتنتهي. طب هل المسيح مملكته تنتهي كأحد الناس؟ لو هو بقى بشر عادي، لو هو انسان عادي، مجرد انسان زيه زيهم وإله زيه زيهم، مفترض المملكة بتاعته تنقضي وتسقط. لكن المسيح لا، ده في آية بتقول إيه؟ تعالوا كده، في آيات بتقول إنه مملكته لا تنتهي. يعني الآية اللي هي في دانيال مثلا اللي بتتكلم على ابن الإنسان، ملكوته لا ينقضي. وأعتقد في آية في لوقا إنه يجلس على كرسي داود إلى الأبد. ثواني أجيب لكم الآية. لو حد فاكر الآية اللي هي في لوقا، تقريبا في لوقا 1 يا جماعة، في لوقا 1. في لوقا 1:32، بصوا: هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى ويعطيه الرب الاله كرسي داود ابيه. لوقا 1:32. رقم 33 بقى بيقول ايه؟ ويملك على بيت يعقوب الى الابد ولا يكون لملكه نهايه. يبقى المسيح اله زي الناس العاديه؟ مش انت بتقولي اله عادي، اله لكن مش هو الله. طيب إله لا يكون لملكه نهاية، يبقى مين؟ يبقى الله. الله هو الوحيد الذي يملك إلى الأبد. الله الوحيد هو الذي يملك إلى الأبد، صح ولا لأ؟ ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد، إلى ما لا نهاية، ولا يكون لملكه نهاية. حد ممكن مثلا يقول إلى الأبد يا ميري، أحيانا بيبقى معناها فترة طويلة، لكن الآية اللي بعدها تقول إيه؟ ولا يكون لملكه نهاية. معناه إلى إنه هذا الملك
سيكون أبدي بلا نهاية إلى ما لا نهاية. مين ده اللي بيملك إلى ما لا نهاية؟ تمام. إشعياء 9:7 اللي كانت بتتكلم طبعا عن يسوع، لنمو رياسته وللسلام لا نهاية على كرسي داود وعلى مملكته. يبقى المسيح لما صالح وقال انتم آلهة، لكن هو كان هنا برضو بيعمل مقارنة، هو عاوز يقول بصوا عليكم وبصوا عليا، انتوا بتقولوا انا بجدف عشان انا اله، لكن انتوا بصوا على نفسكم وبصوا عليا انا. تمام، بصوا على نفسكم وبصوا عليا. فالمسيح كمان كان بيدي مقارنة ما بينه وما بين الناس. تمام، أليس في ناموسكم أنا قلت أنكم آلهة؟ إن قال آلهة لأولئك الذين صارت إليهم كلمة الله، فالذي قدسه الآب وأرسله إلى العالم، أتقولون أنك تجدف لأني قلت إني ابن الله؟ بياخدهم واحدة واحدة. تمام، أنتوا تقال عليكم إنه آلهة، لكن أنتم تسقطون كأحد الرؤساء. أنا مملكتي إلى ما لا نهاية، أنا المسيح مملكتي إلى ما لا نهاية إلى الأبد، وأنتم تموتون إنما أنا حي إلى الأبد، حي إلى الأبد. أنا 3 أيام وكمان بمزاجي، لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أستردها. فشتان ما بين المسيح كإله والناس العادية كآله، الآلهة البشر بيسقطون ومملكتهم بتنقضي. فيقول أتقولون لي أنك تجدف لأني قلت أني ابن الله؟ إن كنت لست أعمل أعمال أبي فلا تؤمنوا بي. خدهم بقى للمستوى الثاني، انه انا بعمل نفس الاعمال بتاعت الله، انا بحيا للابد، الموت لا يقدر ان ينتصر علي، انا مملكتي الى ما لا نهايه زي ربنا، لان انا الله. هو بياخدهم واحده واحده، فكره ان هو يقول لهم انا الله دايركت كده صعبه يا جماعه، صعبه، فمحتاجه تمهيد، محتاجه انه يمهد لهم ان هو الله الظاهر في الجسد. فالله أيضا قيل أنه يملك إلى الأبد من دور إلى دور. تعالوا كده نشوف مزمور تقريبا 145. تقريبا بصوا بيقول ايه عن الله. يحمدك يا رب كل اعمالك، ويباركك اتقياؤك، بمجد ملكك ينطقون، وبجبروتك يتكلمون، ليعرفوا بني ادم قدرتك ومجد جلال ملكك. ملكك ملك كل الدهور الى الابد، وسلطانك في كل دور فدور. الرب عاضد كل الساقطين ومقوم كل المنحنين. مين هو المخلص اللي نشل الساقطين، اللي جعلنا نسترد طبيعتنا، ها، وعالج الطبيعة الساقطة في البشر؟ يهوى، يسوع هو يهوى، هو يهوى الظاهر في الجسد. أعين الكل إياك تترجى، وأنت تعطيهم طعامهم في حين. مين اللي بيدي الطعام في حيني؟ يسوع. فاكرين الجموع لما كانوا معه وكانوا جائعين وقدم لهم، كان في فقط سمكتين، 3 رغيفة وسمكتين، المسيح ضاعف العدد ده وأطعم هؤلاء في حيني، في الوقت الذين كانوا يحتاجون إلى الطعام. تفتح يدك لما وزع لهم الأكل فتشبع كل حي رضا. الرب بار في كل طرقه. مين هو البار؟ يسوع البار، يسوع هو برنا. حتى هناك آية في إرمية 23 تتحدث عن المسيح، المسيح أطلق عليه في إرمية 23 يهوى برنا. ليه هو يهوى برنا؟ لأنه هو الذي جعلنا نتبرر أمامه، هو الذي صنع لنا البر، جعلنا مبررين، لأنه قضى على الخطية الأصلية، قضى على الخطية، قضى على، قدم حسابا عنا، فدانا على الصليب. الرب بار في كل طرقه ورحيم في كل أعماله. يسوع كان رحيم، كان يتحنن
الكتاب المقدس يقول انه كان يتحنن، فتحنن يسوع لما نظر الى دموع مارثا، بكى يسوع وتحنن واقام لعازر. الرب قريب لكل الذين يدعونه، الذين يدعونه بالحق. مين؟ كيف يكون إله قريب وهو في السماء ينظر إلى أوجاعنا دون أن يفعل أي شيء؟ كيف يكون هذا الإله قريب لنا؟ الرب وضع فينا يا جماعة، وضع فينا الرغبة أن احنا نلمس الله، أن احنا ننظر الله. وده اللي يفسر لك أن الناس كانت بتعمل أصنام، ممكن يعملوا صنم عجوة ويعبدوه ويبقى هم عارفين ان هم عاملينه، لكن ومع ذلك ده يعبر عن مدى الرغبة. ليه مثلا الناس دلوقتي للأسف سواء مسيحيين مهرطقين او واقعين في ضلالات او حتى من ديانات اخرى، تلاقيهم يقدسوا شخصيات، يقدسون هذه الشخصية. انظر مثلا للشيعة اهل البيت وعلي يعني دي رغبة عندنا الصوفية. فهم؟ ليه؟ لماذا؟ لأنه هناك رغبة جامحة بداخلنا تبحث عن الله بصورة ملموسة، والله منحنا ذلك، منحنا ذلك. ليه؟ علشان هو عارف أن دي رغبة جوانا، علشان يقضي على كل هذه الهرطقات، علشان يقضي على كل تقديس لأي إنسان أو أي بشر عادي أو أي مخلوق، حتى لا تسقط يا عزيزي في هذا الفخ. تمام؟ فالله قريب لأنه إله رؤية. هاجر تقول عنه أنه إله رؤية، يريد أن يتكشف، يريد أن يظهر لك، يريد أن تلمسه، يريد أن يحضر في حياتك بكل الصور وبكل الطرق. يحفظ الرب كل محبيه ويهلك جميع الأشرار. يسوع يحفظنا، هو المخلص، مخلص العالم، قيل عنه أنه مخلص العالم. يحفظ أرواحنا ونفوسنا من الهلاك الأبدي ويهلك جميع الأشرار. الكتاب المقدس اتكلم أنه الدينونة سيكون بها يسوع، وأنه سوف يأتي ليهلك جميع الأشرار، وأنه سوف يحارب الرؤساء والسلاطين الذين سيقفون في طريقه، سيحارب الأشرار والملوك وكل من يقف في طريق يسوع المسيح وملكه على الأرض. تمام؟ طبق كل ما تقرأه عن يهوه في العهد القديم ستجده حاضرا في الرب يسوع المسيح. نكمل. ولا يمكن أن ينقض المكتوب ويحس على مين عشان اللي أرسله الله. تعالوا نكمل. إن كنت لست أعمل أعمال أبي فلا تؤمنوا بي، ولكن إن كنت أعمل فإن لم تؤمنوا بي فأمنوا بالأعمال. نؤمن يعني ايه؟ نؤمن بالاعمال، نؤمن ان انت بتعمل اعمال الله، ان انت نؤمن انه اللي انت بتعمله ده هو عمل الله، وبالتالي هذا ينقلني. اذا امنت انه يسوع يعمل اعمال الله، هذا ينقلني للمرحله الثانيه، ان نؤمن ان يسوع ما ينفعش يكون حاجه غير ربنا، ما ينفعش يكون حاجه غير ربنا. بالظبط زي ما اجي اقول لك مثلا انا مهندسه، انت تقولي لا انت مش مهندسه، فاقول لك طب انا بعمل نفس اعمال المهندسه، فامن ان انا بعمل اعمال المهندسه الاول، شوف شغلي هل انا فعلا بعمل اعمال المهندسه ولا لا، ولما تشوف شغلي هتقتنع اني انا فعلا مهندس. فامنوا بالاعمال. ليه بقى؟ لان لو شفت اعمالي كمهندس هتعرف ان انا مهندس. كذلك برضو لكي تعرفوا وتؤمنوا، فامنوا بالاعمال. ليه؟ لكي تعرفوا وتؤمنوا ان الاب فيه وانا فيه. تجسد، هذه الآية تتحدث عن التجسد. لابد أن نؤمن أن الآب في يسوع، أن الآب في الإبن، أن هناك اتحاد ما بين الآب والإبن، فيستطيع يسوع لأنه الآب الظاهر في الجسد أن يقوم بنفس أعمال الآب، يستطيع يسوع لأنه هو يهوى الظاهر في الجسد أن يعمل نفس أعمال يهوى. ده التجسد، هذا هو التجسد. لما قال كده لكي تعرفوا وتؤمنوا أن الأب فيه وأنا فيه، لو هذه العبارة عادية، لو هذه العبارة تحمل معنى أنه عادي، أنه الله فيه وأنا فيه عادي، إيه المشكلة يعني؟ تمام؟ لكن لأن هذه الآية تشرح التجسد،
وتشرح الحلول الإلهي في يسوع، في الإنسان يسوع. ده أدى إلى غضب اليهود، فطلبوا أيضا أن يمسكوه، كانوا عايزين يقتلوه، فخرج من أيديهم، طلبوا أن يقتلوه. اتأكد عندهم نفس الكلام. لا، لو كان المسيح قال لهم أنتم آلهة وأنا إله عادي، إيه المشكلة؟ كان ممكن يسكتوا، لكن هو خدها بالتدريج واحدة واحدة. أنت مش مؤمن أن أنا الآب؟ طيب آمن بالأعمال، هتعرف أن الآب فيه وأنا فيه، وأن أنا الآب المتجسد. لما قال آخر جملة دي، طلبوا أن يمسكوه وطلبوا أن يرجموه. نكمل مع الأخت. الله قدس الله. وبيقول ان هو ابن الله، ده مزقديكم، فلا يمكن ان ينقض المكتوب. وقال اليها اللي صارت اليوم كلمه الله. فالمسيح يتقال عنه اله؟ ليه لا؟ اه اله. لما لو حد لو قال عليه ربي واله ربي، يعني سيدي ومعلمي واله اله. قال ألم يقل انكم اله للقضاة بتوع العهد القديم وبني العلي للذين صارت اليوم كلمه الله ولا يمكن ان ينقض المكتوب؟ وقال عنهم أنهم مثل الناس يسقطون وملكهم ويسقطون كالرؤساء، بينتهوا بيفنوا. الحال الوحيد أصلا عشان لا نموت، ده المسيح جاي يقضي على الموت. يعني أنت عايزة تقارني البشر اللي هم آلهة بيموتوا؟ يعني أنت بتقولي المسيح زي البشر بيموت، يعني اللي هو إله زي البشر. طب ما الناس بتموت. المسيح قضى على الموت، قضى عليه، قهر الموت، وعد 40 يوم على الأرض عشان يقول للشيطان أنا انتصرت على الموت، أنا انتصرت على النتيجة القذرة اللي أنت وضعت فيها البشر. لو قلنا إله ما غلطناش، لو قلنا رب ما غلطناش، لكن هل هو الله؟ ده هنعرفه حلقة ده. يعني عندنا شوية حلقات للي يهمه الأمر بس مش للكل. خلاص يبقى في حبة حلقات جايين بالظبط 5-6، نكملوش 10، 5-6 ما يكملوش 10. بس أنا هنسحب من المحتوى الديني، بس هعمل 10 حلقات، 20 يعني على حسب. يعني طبعا الهدف من هذه الحلقة كان ان هي تستعطف الناس عشان نقول لها لا انت فعلا غلبانه، يعني الناس بتهاجمك عشان في واحد في الشات بيقول لها، او واحد في الكومنتات بيقول لها انت مهرطقه انت مش عارفه ايه. ده انا الواحد اتسب واتلعن وتهدد وطلع عينه من مسلمين ومسيحيين، بل ومن ملحدين. لا طلعت مره قلت الناس يا جماعه بتشتمني وهنسحب ليه؟ لان انا مكلفه برساله، انا عندي مسؤوليه، عندي مسؤولية. ربنا كلفني برسالة، قدم لي رسالة، لو أنا ما عملتهاش أتلعن، حرفيا أتلعن، فأنا مسؤولة قدام ربنا. لكن لأنك بتدوري على المنفعة، أنا مش مستفادة، أنا استفدت إيه؟ ده أنا بتشتم، ده أنا، أنت عايزة استفادة، عايزة مشاهدات، عايزة شو، تمام؟ عشان كده أنت مش هتكملي. مش علشان هو مين اصلا رد عليكي، ده انا الوحيده اللي برد عليكي عشان اردك للحق، انا الوحيده اللي رديت عليكي. مين رد عليكي من المسيحيين؟ ما شفتش بصراحه. يا جم الامر بعد كده انتظروني فعلا خلاص بقى لهم جديد خالص، انا خلاص ايمان دي هنقفل الصفحه على ايمان القديمه دي خلاص، لاني مش لاقيه تشجيع يخليني اكمل وامسك الكتاب من اوله لاخره اللي كنت ناوي اعمل وارد واعمل واتعب، ده مش لاقيه اللي يخليني اكمل. مش هبطل اجاوب اسئلتكم، اللي عايز اي سؤال يسالني عادي ممكن اكتب له او اكلمه حتى صوت، او ممكن اجمع الاسئله طيب بتعيم واعملهم حلقات، مفيش مانع. لكن دلوقتي هديكم شويه الحلقات اللي هي فيها لخبطه، اللي هي اللي بتلخبط الناس، اللي هم اللي حاطين نفسهم ان يسوع هو الله وحده، هنشوف هو الاب وحده ولا لا. انا متضايقه قوي من المؤمنين انه يسوع هو الله وحده. متضايقة جدا، يعني ذكرتهم 4 مرات لحد دلوقتي. سوري، انا دوست بالغلط يا محمد، يعني انا دوست بالغلط، انا اسف، عملت انفيتيشن بالغلط. عرف حلقة مهمة قوي دي،
وحلقه تانية ان شويه حلقات، هو حلقه الكلمه، هل الكلمه اللي في سفر يوحنا واحد في البدء كان الكلمه، والكلمه كان الله، وكان في البدء عند الله، وهذا كان في البدء، هل ده بيدل ان المسيح هو الله، ولا هو زي ما الاريوسيين وشوديا هو مش عارف اللي هم الاثنين مشتركين في حته، وكان الكلمه الها، باعتبار المسيح ممكن يسمى اله برضو على فكره زي ما قلت لسه قايله دلوقتي، ولا هي كانت الكلمه الها زي ما كاتبين هم، ولا كانت ابيات ولا بتقدم اي معلومات او مش عارف، شعر هيك برضه هنشوفهم واحد بتفسير. بيمسك النصوص يفصصها، يجيب الكلمه في القواميس، يجيب تفاسير، يقدم شروحات، يقدم ايات، دي مفيش زيرو يعني. انا اتحداه في مناظره يعني، بما ان حضرتك كده او جدال او حوار، تعالي يعني اذا كنت واثقه من إيمانك، تعال. إيه كمان؟ طالما متضايقة قوي من بتوع يسوع وحده، مش عارفة أصلا جبت ده الاسم ده منين؟ يعني أنا لما بقول أريوسية، فكرك أريوسي، ليه مسمى لاهوتي قديم، مش اخترعت اسم من دماغي. اذهبوا للعالم اجمعوا كرزوا الانجيل بشريك كلها، اعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس، الذين يشهدون في السماء مثلثا، وعلى المسيح كالانسان بس، والانسان بس باي كام سنه بلف حول النفس لحد ما اتاكدت. ولو ما كنتش شفت رؤيه دانيال 8 ودانيال 7 ما كنتش فتح بقي، حتى الوحيد اللي مش غيره اللي مش زيه، والوسيط الوحيد بين الله والاب الانسان يسوع المسيح، وحاط له قوه الروح القدس، وقوه الروح القدس دي هي روح السيد الرب. تعالي بقى للروح القدس، تعالي كده يا استاذه للروح القدس. كان في واحد من الإخوة الوحدانيين اللي أمنوا، نشكر الرب، كان بعت سؤال لهذه الأخت، فقالت له إيه بقى؟ قالت له الروح القدس ده مش الله، ده الروح القدس ده الملائكة، الملائكة. فعلا هي مؤمنة إن الروح القدس هو الملائكة، ولو هي بتكذبني انا هطلع السكرين. تخيلوا، انا قعدت اضحك يعني، مش مثلا الملاك، ملائكه يعني، لا الاريوسيين ولا شود يهوه ولا اي طائفه على وجه الارض قالوا ان الروح القدس ملائكه، يا ريته مثلا ملاك، لانه اصلا الروح القدس بالمفرد يعني هو الروح القدس ينطق، الروح القدس اقام برنابا وافرز برنابا وشاول، يعني ده اللي موجود في الكتاب المقدس، دايما بيخاطب الروح القدس بالمفرد. حضرتك مؤمنة ان الروح القدس ملائكة، وده يمكن، طب يعني انت كده يعني ايه مسلمة؟ يعني مش عاجبك اريوسية، وانت قلت عليا ان انا يسوع وحده، واطلقتي علينا اسم، طب ما انا ممكن بقى اخترع واقول ان انت مسلمة في ثياب مسيحية، اخترع انا كمان بقى طالما هنلعب لعبة الألقاب. اصل محدش قال ان الروح القدس قبل كده ملاك على مدار تاريخ المسيحية كلها يا جماعة، مفيش حد قال انه الروح القدس ملائكة غير المسلمين، وقالوا كمان ملاك، ما قالوش مثلا الروح القدس ده مثلا ملائكة بالجمع. ده يدل على قد ايه هذه يعني الشخصيه مسكينه جدا، ما عندهاش معرفه او علم، شيء في منتهى العجب بصراحه. الروح القدس ملائكه، او قوه الروح القدس دي هي الارواح المرسله لجميع الارض اللي هي سبع ملائكه القدسين. برضو انا لقيت هي دي بقى، انه الروح القدس هي الارواح بتاعت الملائكه المرسله للعالم. فين الكلام ده؟ كلام غريب جدا. الروح القدس هي الملائكه المرسله للعالم، ده اللي قالته لاخونا الوحداني اللي كان بيبعت لها. جزء من الكتاب بيقول ان الروح القدس هو ارواح الملائكة القدسين وملاك الرب اللي كان بيظهر في العهد القديم دايما، والناس قالوا عليه ان هو المسيح. الجزء الثاني، روح السيد الرب عليا لانه مسحني
ده روح حسد الرب نفسه اللي كان موجود في اللي هو بيعمل المسيح يسوع في بطن الغدراء، فكان القوت اللي عليه روح القدس يظللك، روح القدس يحل عليكي، روح زي كده قلت لها انها بتتجهز، وقوة العلي تظللك. انا مش عارفه هي ليه بتتكلم بصوت واطي، يعني من اساسيات الاعلام، يعني مش عارفه ازاي هذه اعلاميه بصراحه. من اساسيات الاعلام ان صوتي يبقى واضح للناس، الصوت واطي، يعني انا معليه الصوت يا جماعه. الاخر تتكلم بهدوء شديد جدا، طبعا ده اسلوب يعني ممل جدا اصلا. الرد يدعى كذا. هنا لو المسيح ضلع في الثالوث ولازم يكون موجود عشان ده يحصل، الروح القدس كان بيحل وقوة العلية، يعني الروح القدس حلت وروح القوة العلية ظللت، هنا كانش ليه دور المسيح حيث ولد. لأن يسوع هو الروح القدس، يسوع هو الروح القدس. بتقول فين بقى دور المسيح لو هو ضلع في الثالوث في آية الروح القدس تحل عليك وقوة العلي تظللك؟ فين المسيح هنا في التجسد؟ يعني حتى ترتليان، يا جماعة ترتليان اللي هو وضع بذرة الثالوث، قال لك ما هنا معناها إنه الروح هو الكلمة، إنه يسوع هو الروح القدس، هنا هو الكلمة اللي تجسد. هل تعرف الكلام ده يا أستاذة إيمان؟ ولا انسحب وبيضطهدوني؟ مش نقرأ الأول وندرس ونستوعب قبل ما نطلع ونعمل حلقات وشو، يعني عشان تسوقي حتى الفكر الغريب اللي انت بتقدميه لازم تبقي على علم ودراية. ولاد واحد بيسموا ابن الله، مش في دور للكلمه. انا قدامي مش كتير، مش حلقات كتير، قلت لكم مش للكل لمن يهم الامر، لان المشاهد مش عجباني فمش هكمل، انا بس هحسبهم حلقات مشاهدات مش للتاريخ. عجباني فمش هكمل. لاحظوا يا جماعه عشان تعرفوا انه الغرض مشاهدات. احنا كان بيتفرج، انا كان بيتفرج عليها 100 200 في الاول، حتى لو اتفرج عليها بعد كده 100 200 هكمل، لان انا بدور على خلاص الناس، مش بدور على مين بيتفرج عليا ومين مش بيتفرج عليا. المشاهدات مش عجباني طبعا، واخده على فرق الفرقعات وتحط صور قسيس ومش عارفه ايه مع واحده، واخده على هذه الفرقعات والمشاهدات والدولارات، لكن الدين 1000 مشاهده 2000، ايه الكلام الفاضي ده؟ كلام فاضي. انا مش بستفيد، انا مش بستفيد. عشان اللي بعد كده يسمع انا كان قدامي حاجه من اتنين، يا عيني 11 حلقه اللي انا عملتهم اللي هم انا عملتهم جداد دول وانسى واقول يلا عدني ما جيتش تاني وخلاص، يا اما اكمل الجزء ده واقفل الشابتر ده على بعضه كده، وده هيبقى سيزون وهنعديه ونقول خلاص كده اللي هنا عنانا الرب، ونبدا في سيزون جديد خالص ما كانش في بالكم ان انا اخش فيه اساسا. بس من النوع ده يعني هبقى حلقاتي بعد كده مش دينية خالص، أنا طلعت من هطلع من القالب ده خالص، لأني يا ريت تطلع مش هكمل كده. أنا إيماني هخلي لنفسي وهحط الجزء اللي هي الأسئلة والحاجات اللي أنا للي عايز لمن يهمه الأمر، أما أنا يعني ليا واللي عايز، وكل إيمان ده كل واحد لوحده على فكرة، الإيمان ده شخصي جدا، أنا مش هتسأل عليك وأنت مش هتسأله عليا. فكرة الإيمان مسألة شخصية طبعا، جو العلمانية وجو الإلحاد، الإيمان مسألة شخصية. لا مش مسألة شخصية، ومش في تبشير، عشان تعرف إن دي بعيدة تماما يا جماعة عن الروحانية المسيحية. مفيش تبشير، يعني لو هي مسألة شخصية خلاص، أنا أؤمن مثلا بالمسيحية أحط بلاستر على بقي وخلاص، أنا أدخل المخدع أصلي وخلاص على كده. طب ليه التلاميذ بشروا؟ ليه استشهدوا في سبيل هذا التبشير؟ راحوا اماكن المسيح بيقول انتوا لا انتوا هتكونوا ليه شهود، قال المؤمنين هتكونوا ليه شهودا، وهتروحوا السامريه واليهوديه وجميع في اقصى الارض، هتروحوا في اقصى الارض. مساله شخصيه؟ لا مش مساله شخصيه. برضو اللي يقول لك الدين ملوش دعوه بالسياسه، لا ليه دعوه بالسياسه، ليه دعم؟ ايه اللي ملوش دعم؟ مش القوانين اللي بيحطوها الحكام دي بتأثر على حياتنا والبيئة؟ كلام يعني يدل على التأثر بالجو العلماني، لأن هي عايشة بره،
فطالما هي مسألة شخصية اللي طالعة بتتكلمي أصلا، وليه متضايقة إن الناس ما مش عايزة تسمعلك؟ مش انت لازم تبشري بالحقيقة اللي انت وصلت لها؟ كلام متناقض يدل على عقلية آخرها تعمل فرقعة إعلامية، آخرها تتكلم على الناس. وما حدش بيأمن لحد، أنا مالي لنفسي، أطلع بقى ملحدة، أطلع لادينية، أطلع ربانية، أطلع حد قالك أنت ملحدة؟ مسيحية، أطلع بوذية، أطلع هندية، أطلع يهودية، أطلع مهلبية، ما حدش له دعوة. طب ما حد ما قلتيش ليه مسلمة؟ الأقرب مسلمة بصراحة. لما تقولي إن الروح القدس هو ملاك، مين اللي ما فيش حد في تاريخ المسيحية قال كده إنه ملاك؟ حتى شو دي يقولك دي قوة الله، شو دي يهوى والأريوسين يقولك دي قوة الله، قوة الله، محدش قال ملاك. مين اللي قال ملاك؟ فالأقرب مسلمة أو عاملة ميكس ما بين الإسلام والمسيحية. انتوا ليكوا عندي بس التتميم اللي انا عملته. مفيش حاجه اسباب الناس دعوه ببعض. ما انت اتكلمتي عني واتكلمتي عن المسيحيه الوحدانيه، هل اطلع اقول لك مالكيش دعوه بالمسيحيه الوحدانيه؟ احنا بنتكلم في افكار، صح ولا لا؟ بنتكلم في افكار. فانت طالعه بتنتقد الثالوث، طب يعني ما من حق برضو الشخص المؤمن بالثالوث يقول لك مالكيش دعوه بينا، مالكيش دعوه بينا، صح؟ بس هل ينفع ده؟ لا، انت لازم كل واحد بيعبر عن افكاره بيقدم افكاره، الناس بقى تقبل وترفض. فيعني ايه ملاش دعوه بيكي؟ مش فاهمه، بتطرحي افكار ملاش اي اساس فلازم نطلع نرد. يعني انت بتستعطفين عشان ما نردش عليكي؟ لا، هنرد، هنرد مش هنسكت، نسيبك تضللي الناس. ده واحد يا جماعه معلق لها بيقول لها كملي، ده انت مش عارفة ايه، جمعتي ناس حواليكي. اهو اجيب لكم اهو يا جماعة ادي التعليق، طبعا عاملة له لف، يعني بدل ما تمسح التعليق ده او حتى تسيبه تطنش، عاملة له لف. تعالوا كده نبص على هذا التعليق الكارثي من احد المسلمين ونعقب عليه. بصوا بصوا كاتب لها ايه. إيمان، أنا شايف إن الفيدباك ليكي مشجع جدا، أنت حتى أحرزتي عدد المعجبين والمتفاعلين والمؤيدين أكبر مما حصل عليه يسوع والتلاميذ من بعده مجتمعين. يعني عايز يقول لها أنت ناجحة أكتر من يسوع والتلاميذ. لا طبعا، يعني مين اصلا امن بالافكار بتاعتك؟ هل انت اثرت في الناس زي يسوع والتلاميذ؟ اثرت زي بولس؟ اثرت زي بطرس اللي امن 3000 شخص في وعظه واحده، غير الالوفات اللي جابوها بعد كده، وبولس الرسول وبطرس والتلاميذ وفيلبس اللي اهل السامره امنوا بيه، والخصي الحبشي في اثيوبيا اللي خلى بعد كده في كنيسه هناك في اثيوبيا على ايد فيلبس. هم دول اللي اصلا اللي نشروا المسيحيه في العالم كله، نشروا المسيحيه في العالم كله. يقول لي يولانجي جمعتي عدد اكبر من دول، وهي بقى مبسوطه، بدل ما تقولوا لا اصلا ده اولا من الناحيه التاريخيه غلط، انا ما حدش بيتفرج عليا غير يعني 100 واحد ولا 200 واحد وبيشتموني وبيهاجموني او بينتقدوني، سوري مش بيشتموني، بينتقدوا. وفي ناس من الوحدانيين بيدخلوا يعلقوا عليها، يعني مش معنى ان كل اللي بيتفرج عليكي 1000 او 2000 هم مقتنعين بيكي، اغلبهم بيهاجموكي واغلبهم مسلمين. لا، انت جمعت ناس اكتر من اللي جابوا يسوع والتلاميذ. مين يقدر ياثر على ناس زي يسوع يا جماعه والتلاميذ؟ مين اللي عنده القدره على التاثير؟ انا ما بتكلمش على كمان على العدد، يعني وفقا للعدد لا، ألوفات أمنوا وألوفات تبعوا يسوع، وكان الألوفات دي هو النواة اللي أدت لانتشار المسيحية في العالم كله فيما بعد،
يعني انت ما تبصش مثلا للخسير حبش انه واحد، لا شوف الواحد ده جاب بعد كده كام، شوف الواحد ده ادى الى انتشار المسيحية في بقعة اثيوبيا مثلا. اوكي، ف مش فاهمة بصراحة. هي طبعا مبسوطة بالتعليق ده، احد المسلمين عاملة له لاف. واحد تاني قال لها مين اللي ضغط عليك الكنيسة ولا مش عارفة، قالت كله. كنيسة ايه اللي بتضغط عليك يعني؟ مع احترامي يعني، كنيسة ايه اللي هتضغط عليا او عليكي يعني؟ مهما كان احنا طبعا يعني، حتى انا ولو حتى انتشرت اكتر من كده، اعتقد يعني الكنيسة ما يعني، هم عايشين في حياتهم وليهم سكتهم وليهم مؤسستهم وليهم ناسهم، مش فاضيين ليكي ولا حتى ليا. امتى بقى يعني يبقى في ضغوط وبتاع؟ لما يبقى في تواجد على الارض. ان مثلا ميري بدأت تعمل كنيسة، ساعتها ممكن فعلا الكنائس تضغط وبتاع، وده فعلا اللي بيعملوه على القس بتاعنا في الأقصر، بيضغطوا عليه وبيرفضوا وجوده ليه؟ لأن ده تحرك على أرض الواقع مش سوشيال ميديا. تمام، يعني تخنيش الحلقات اللي أنا هعملها سريعة دي، وهعملها سريعة على فكرة، إن دي الحلقة دي أنا عشان كده الحلقات حتى ما تروحش للناس خلاص يعني كده هعملها سريعة، هعمل حلقات سريعة كده. يعني الواحد بيقدم بحث بيبقى تعبان فيه يعني. انا ساعات يا جماعه ببقى مقدمه بحث، اطلع يعني ببقى كاتبه بحث، اطلع ساعه ونص اتكلم، وابقى كمان مسرعه يعني، اتجاوز معلومات، اتجاوز نقاط كتيره علشان الحلقه ما تبقاش ضخمه جدا. فبحث ايه لربع ساعه يعني اول حلقه من بعد ده ربع ساعه. ايه ربع ساعه دي؟ ده البحث بتاعك، ده دي الابحاث اللي بقالك 4 سنين مختفيه عشان تجيبيها. تمخض الجبل فولد 10 حلقات وربع ساعه كمان. كان اليوتيوب انا بشرب النسكافيه ده اكتر من ربع ساعه. اتس اوكي. يلا طب وعلى ايه؟ وعلى ايه؟ ده مش دي. ده انا اعمل لكم بعد كده، احوريكم بصبغ شعر ازاي، واعمل مكياج ازاي، واعمل لكم رز، احوريكم بصبغ شعر ازاي، واعمل مكياج. طب ما تروحش للناس خلاص يعني، كان اليوتيوب اتس اوكي. يلا طب وعلى ايه؟ وعلى ايه؟ ده مش دي. ده انا اعمل لكم على ايه الدوشه دي؟ دي ما بتوصلش للناس، رغم ان الحلقات جايبه 4 جايبه 3000. طب ما لو في واحد بصدق بس امن وانت شايفه ان انت على حق، يعني بقى ثوابك عظيم جدا عند ربنا. لكن لا مش مهم، المهم عدد المشاهدات. عدد المشاهدات هو المهم، لازم يبقى 100,000 50,000. فهي طبعا يعني ايه ده؟ نطلع تاني اكبر بكتير من الارقام اللي شافت الحلقات، والحلقات ما بتعملش عليها لايك حتى كتير، والديسلايك بقى والشكاوي ما اقولكوش شكلها ازاي. عشان كده طبيعي الحلقات حتى ما تروحش للناس خلاص يعني. كان يا جماعه 85% من اللي بيتفرجوا على القناه، ودي بتبقى احصائيات موجوده على اليوتيوب، 85% مش مشتركين في القناه، مش مشتركين. يعني تخيل لو الاشتراك، لو كل اللي بيتفرج بيشترك، هبقى قناتي مثلا 40,000 عايز. عارفه ان في مسلم بيتفرج مش عايز يدعم القناه، واحد مؤمن بالاقانيم جدا ورافض الافكار بتاعتي فمش بيعمل الاشتراك. وارد ان في ناس بيبقى عندها النوع ده، ان انا اتفرج بس ما ادعمكش لا بلايك ولا باشتراك ولا بحاجه. وارد. هل ده يوقفني؟ لا. اليوتيوب اتس اوكي. يلا طب وعلى ايه؟ وعلى ايه؟ ده مش وعلى ايه؟ ده انا اعمل لكم بعد كده، احوريكم بصبغ شعر ازاي، واعمل مكياج ازاي، واعمل لكم رز بلبن ومكرونه بالبشاميل، واشوف لكم حظك اليوم، واشوف لكم الكف. ايه رايكم؟ مش كده احسن برضه؟ بلا دوشه، بلا دوشه يا عم، بلا دوشه. انا هصبغ لكم شعر، ده انا هجيب حله المحشي واعمل لكم محشي. كل ده ليه بقى؟ عشان المشاهدات؟ شايفين إيمان مستعدة تعمل إيه عشان المشاهدات؟ تصبغ شعرها وتجيب حلة محشي
وتحشي ورق عنب، برافو يعني. يعني طالما هتلاقي نفسك في صبغ الشعر، وممكن برضو لات في الحواجب يعني، تبقى شغال معاكي اكتر، بتعرف هي تعمل حواجبها بصراحة كويس جدا. صوت بلا دوش، هي بتقول لك بلا دوش، انا اطلع اعمل كده احسن، اطلع اصبغ واطلع احشي واطلع. تمام، ربنا يوفقها يعني. اعتقد ده فعلا هيبقى مفيد اكتر من الهبد اللي هي بتقدمه يعني. دوش ان الروح القدس هو عزبتوني. ملائكة، فلا يعني الحشو اكتر من ان انت تعتقد ان الروح القدس هو الملائكة، هو الملائكة يعني. وشتايم وتكفير ومرمطة على ايه كل ده؟ خلاص الحلقات اللي جاية مش للكل زي ما قلنا، لسبيشال بيبول بس لمن يهم القمش. وحبدأ بقى حلقات تانية خالص، هبقى كأني دخلت مثلا قناة عادية مش بروس من اللي انتوا عارفينها دي. تبتدي قناة الطبخ مع إيمان نبيل، قناة الطبخ مع إيمان نبيل، أو كيف قناة كيف تحشي ورق العنب مع أستاذة إيمان نبيل، تبقى ممتازة بقى. مش هبقى أي حاجة غير إيمان برضو، بس أنا عندي مواهب كتير يعني، عندي مواهب كتير طبعا. بتعرف تطبخ، بتعرف تصبغ، مواهب مواهب فظيعة فعلا. ماري ممكن تخش في مواضيع كتير مش بس كتاب. انتوا عارفيني اصلا، انا اصلا كنت اصلا ما كنتش اصلا بتكلم عن دين في الاول، كنت بتكلم سياسه في الاول. مالكيش في الدين خلاص، بتطلعي لقيتي تهبدي. واحده مالهاش في الدين، مش دارسه دين، مش دارسه، ما بتعرفش تبحث، ما بتعرفش تقدم ابحاث، اخرها 10 دقائق واغلبه يعني اول دقيقتين رايحين في المونتاج وبتاع. يعني ليه يعني ليه بتدخلي في حاجه مش مجالك؟ خليكي فعلا في الطبخ، في الغسيل، في الصبغه، ده افضل. وانا لا اعيد ده طبعا، يعني اغلب الستات فعلا شاطره في كده، الطبخ والبتاع. بس في ناس زي ميري يعني بيعرفوا يدوروا، بيبحثوا، بيقدموا ابحاث، ياثروا، بيواجهوا، ما بيخافوش، ها ما بيطلعوش يقولوا ده انا بتشتم وانا هنسحب وانا، ويقعد يعملوا كده. دي بتبقى فلاتات في السيدات يعني، اكيد مش كل الستات كده عندها نفس التعمق والعلم والمعرفه. تمام، في الاول كان حقوق انسان وبعدين سياسه وحقوق انسان وبعد كده دين، دخلنا في الدين في الاخر يعني. فلا خلاص انا كنت فيري بابيولار وانا بس سياسه وانا بس حقوق انسان، واعتقد ان ده المجال بتاعي. بوبولار ابسوليوتلي، مش عارفه ايه طبعا عشان يبانوا ان هم مثقفين. ابسوليوتلي بوبولار، زي برضو ايه روفائيل، برضو روفائيل يقول لك يبقى ماشي كده بيتكلم عارف كل حاجه، ويروح خابط كلمه انجلش، ستريمينج مش عارفه ايه، طيار ستريمينج. حد ناقص عايزين يبينوا ان هما ايه popular. تمام، دي شهادتي وده تخصصي، انا تخصصي حقوق انسان، التخصص بتاعي. مش عارف ايه حقوق انسان، انت ايه تخصص حقوق انسان ده يعني؟ هل موجوده في الكليات حقوق الانسان يعني؟ هل في بكالوريوس اسمه حقوق انسان مثلا؟ علم النفس وعلم الاجتماع والحاجات دي. خلاص اعتقد ان انا هكون مفيد اكتر. هي لوكشة يعني اللي هو ايه، بيبقى بكالوريوس حقوق انسان وعلم نفس وعلم اجتماع، وخد تخصص زياده حقوق حيوان مثلا يعني ثلاثه، وخد عرض يعني هو عرض ثلاثه وتخصص رابع هديه، حقوق انسان علم نفس علم اجتماع وحقوق كلاب معاهم كده، تبقى عرض الكومبو. ماشي كملي في الجزء ده اللي هو انا هرجع لكم بالوجه الجديد بتاعي اللي هو شهادتي، شغلي، التخصص بتاعي، ودي الشهادات اللي خدتها مؤخرا او في السنين الاخيره دي. طب خلاص خليكي في ده، خليكي في المجال بتاعك بجد يعني، ربنا يوفقك يعني، خليكي في المجال. انت فعلا بتعرفي تثيري الجدل، بتعرفي تعملي، تجيبي اسيس وجنب واحده في صوره كده
غلاف علشان تشد الناس، وفعلا ده بيجيب مشاهدات. يقولك بصوا القسيس مع واحدة بتعرفي انت تعملي الشو ده وبتعرفي تجيبي مشاهدات. ف وطبعا الميك اب غالي والحاجات دي، المعيشة بره في امريكا غالية، فمحتاجة طبعا ميك اب، علشان كمان الصبغة محتاجة فلوس. انطلقي يعني، انطلقي، ربنا يرزقك. ان انا كده هكون ده يعني ده اكتر فايده ليكوا ليا، عشان ما حدش يحرق دمي. اما زي ما قلت لكم هتمم الحلقات وهفنشها دي امانه طبعا، اهم حاجه عشان دمي ومزاجي ومشاهداتي وابقى بوبولار، ده اهم حاجه استفيد. لكن الناس بقى يعرفوا حقيقه يولعوا بلا دوشه، الناس يروحوا جهنم في داهيه. الناس اللي سألت كتير والناس اللي مستنية إجابات، فلازم نكون أمينة معهم. جماعة اللي عنده حق ده عنده روح الخادم، عنده روح الخدمة، مستعد يضيع وقت ويبذل عمره ويتصدق بعرضه عادي، مش مهم. أنا بخدم ربي يسوع المسيح. شوفوا بولس وبطرس هل قالوا بلا دوشة؟ ميزوا. أنت كمسيحي عندك قدرة على تمييز الأرواح، ميزوا الأرواح، اختبروا الأرواح، اعرفوا مين من الله ومين من إبليس. سهلة جدا. الجزء ده مش للكل، ده للي بيسأل أو للي عايز بس. يعني لما تلاقوا حد حيران فعلا الأسئلة مجننه وبيسأله ومش لاقي حد يجاوبه، وقرب يطير دماغه منه أو يلحد أو يروح دين تاني بسبب إنه الأسئلة دي مجننه. أنا هدفي المشككين إيه؟ وإن حد بيزن عليه بيها وهو مش مقتنع، ساعتها معلش لله يا عمي، أنا تلاقي نوع ده من البشر يبعت لي، ابعتوا الحلقات دي وابعتوا اللينكات دي. بص الحلقات الختامية كاتبة كده: تستهدف المتحيرين. دي برضو خبيثة، نقطة خبيثة جدا. يعني واحد متشكك، واحد تايه، لا تعالى أنا مستهدفك أنت، تعالى أنت، أنت متشكك تعالى. ليه؟ لأن المتشكك ده يعني بيبقى ضعيف، بيبقى مش على أرض صلبة، بيبقى تايه. لا تعالى المسيح ما شاء الله بتاعه، وكبر دماغك. لسه هنقول لاهوت وناسوت ونتعمق بقى في المسيحية، ونشوف ايه الآيات هنا والآيات هنا، والمسيح هو الله ولا لا. لا مش كل ده، بص ارميه. طب الروح القدس؟ لا ده ملاك، ملايكة مش ياريته ملاك حتى. يعني مستفزني ليه بتقول ملايكة؟ الروح القدس هو ملايكة. يعني الكتاب بيتكلم عنه بالمفرد وقلت لك ملايكة، ملايكة دول ملايكة. فلا، القوي يستهدف العنيد. انا في ناس بتدخل ما كانش فارقه معاها، ما كانتش اصلا عارفه يعني هي مؤمنه بالثالوث وبتاع، بس هي يعني ما كانتش مهتمه قوي، وما كانش عندها يعني رغبه ان هي تغير معتقدها او بتاع، وغيروا معتقدهم. تمام. مش المتحير يعني بقى نشوف واحد تاي المتشكك، تعالى تعالى الحمو يا حبيبي، تعالى الحمو، تعالى بقى بص ده المعتقد ده، ده الصح، بص الادله. بتستهدف الضعاف بس يعني؟ ليه؟ لانه ايمانها هش، ايمانها ضعيف، ايمانها ضعيف، لانه ده افضل بكتير من انه يلحد او يضيع. ان دي الحقيقه. اما لو واحد مستقان يوسف القايفه بتاعته دنيته وبيس بيس وزي ما خلاص زي ما هو كده، وماش سيس وتاع زي حتى اللي تعبان خلاص، او حتى متشارك يا عمي وشماس، او انت حتى اسيس يعني ورجعت خلاص، هي بحيوانيه تشهد ليه؟ ان هو بالقيام من الاموات بيدي امتياز، هتعين ابن الله وجلس على الطراز، هتلاقي لا 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 انا مصممه ان انا خلاص، انا مصممه ان في لينا حياه ابديه بالمسيح يسوع الله. وكمان يقولوا ان هو الاب وهو الابن، لكن مش هو الله. بص هنا بتتكلم علينا يا جماعه، بص هنا بتتكلم علينا، لكن مش هو الله. وكمان يقولوا ان هو الاب وهو الابن، يعني الدرس الثالوثين ارحم بتوع يسوع واحد دي على فكره. ولو انت الثالوثين ارحم طبعا، ليه الثالوثين ارحم؟ منطقهم هش، تقول الله واحد ولا ثلاثه واحد؟ طب في الله ثلاث اشخاص ولا شخص واحد ثلاث اشخاص؟ تم القضاء على الثالوث. المسيح هو الله، نعم. الاب هو الله، الاب هو الله الحقيقي وحده، يسوع هو الاب، لا خلاص يبقى المسيح مش اله. انما لما تيجي بقى عند واحد مؤمن انه يسوع والاب والابن والروح القدس يجيب لك الادله، مش هتقدر تسد معاه، مستحيل.
انا لما رحت لعفة جريس قلت له يا استاذ عفة انا شفت فيديوهاتك بكل ادب واحترام، ما كنتش عملت عليها حلقات، تعال نتناقش في الايمان، انت بتقول ان يسوع مش الله وبتاع، تعال نتناقش ونشوف هل يسوع الله ولا مش الله. لقيته بعدها بيوم عمل حلقة عليا عمل حلقة عليا. قلت له طب يعني انت يعني، طب انا هرد بس انا اتمنى برضو ان انت تيجي، وفعلا عملت حلقة عليه رديت ودعيته ان هو يجي. اكتشف ان هو عمل لي بلوك، عمل لي بلوك، بكلمه بكل احترام، حتى هو شاهد ان انا محترمة وان انا مثقفة والراجل يشكر. طب ليه بلوك؟ ليه ما تطلع تواجه؟ فدي بتقول لك الثالوثين ارحم طبعا، لان هي مش هتصد معايا، مش هتصد مع الوحدانيين مستحيل فهي عايزه الضعيف، يعني هي بتقول لك المتحير الضعيف، ويعني الضعيف طبعا الثالوثين ضعفاء جدا. تعالى تك تك تك، هزمت المنطق بتاعك. فلما تبان انت معتقدك غير منطقي خلاص، اي حاجه بقى بديله تبقى افضل. يعني اي حاجه بديله لحاجه غير منطقيه حتى لو الحاجه البديله دي غلط هتبقى افضل. فدي بيقول لك ارحم، طبعا ارحم. ولو انت شجاعه وريني بقى، مش انت بتقولي ارحم، واجهي بقى القوي. لو انت قويه وايمانك قوي تعالي واجهي القوي اللي مش بيرحم تعالي واجهي القوي اللي مش بيرحم. تمام؟ تقدري؟ صراحة واحده كبرت قوي وتشعبت قوي ومفيش اي حد بيضطهدهم ولا حد بيقول عليهم مهرطقين ولا كبرت وتشعبت قوي، محدش بيقول عليهم مهرطقين. يعني الناس شتمتني وبهددتني وشتايم واضطهاد، بس انت مش متابعه. يعني انت شفتي اكيد، اكيد شفتيني جديد فحضرتك مش متابعه، لكن انا نلت، يعني نلت. ده انت اصلا ما تعرضتيش لواحد عالميه من اللي انا تعرضت له، واحد على 1000 مثلا من اللي انا تعرضت له من شتايم وتهديد، مسلم من مسيحي من ملحد، الثلاثه ولا كفر ولا حاجه خالص، دول زي الفل ماشيين سكينه في الحلاوه يعني عادي. ماشيين سكينه في الحلاوه ليه؟ عارفين لما تمشي الحس بتاعنا مضطهد وعاوزين ياخدوا منه الكنيسه ورافعين عليه قواضي، فين سكينه في حلاوه؟ طلعنا عينينا، طلعنا عينينا في مصر، فين السكينه في الحلاوه دي؟ حاجة زي السكينة في الحلاوة كده ويبقى ليها أتباع كتير وأصحابها يشتهروا ويبقوا بابيولار بسرعة. أصحابها يشتهروا تقصد؟ أنا لأن مفيش، يعني أنا مش عارفة، مفيش حد على الساحة غيري. إن أنا اشتهرت بقيت بوبيولار، أنا بقيت بوبيولار لسه لسه، لكن أنا واثقة في إلهي، واثقة إنه هيشتغل وهيجيب ناس أكتر، سواء وأتمنى إنه يبقى في ناس غيري. عمالة دايما أكلم القس، أكلم الناس، اطلعوا يا جماعة، نفسي ناس تطلع وتبقى اشهر وتبقى افضل مني بمراحل، لان ايد لوحدها ما تسقفش. بس فين الشهره؟ هو مين اللي بيتفرج عليا يا جماعه؟ اعداد مش كبيره برضه عشان تقولي بوبيولار وشهره وحتى اللي بيتفرج عليا ده بعد تعب، يعني الواحد تعب وعمل مجهود كبير وحلقات بالساعات، مش 15 دقيقه وبكروتهم يا استاذه ايمان. تعرفوا ان في حاجه غلط، حاجه غلط. طالما لما تلاقوا الدنيا، طالما في ناس بتتفرج عليا يبقى في حاجه غلط، بتقف كده وتتحط وقت المناشير على حاجه. ده وايه بتجيبي لايكات اكتر مني يا استاذه ايمان، بتجيبي لايكات اكتر مني ايه ده؟ انا بقول لكم بصوا في الانجيل يا جماعه، جبتوا الكلام منين؟ اقول لكم بالانجيل، يعني مفيش اي قولات. هي بتقول بصوا في الانجيل وانا بقول بصوا في الكتاب الاقدس بتاع البهائيه مفيش لا يمين ولا شمال، بص في الانجيل، بص قدامك، ارجع للتسع حلقات اللي فاتوا لو سمحت، بقى ال 11 حلقه اللي فاتوا، اخر خمس ست حلقات، امشي ورايا كلمه كلمه. انا ما الفتش، بس انتم مصممين ما تسمعوش الا دماغكم انتوا حرين. قعدنا معاكم على الحلقات شويه الحلقات. شكرا ليكم يا جماعه على المتابعه، اتمنى الناس تعمل لايك لهذا الفيديو واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس علشان ابقى popular. باي باي.